وحنا كانوا كاتبين دورا دي الله هو دل إدمو حسن إيو دل يكروي حسن بيقو يمو شبيه إيو لعجيه أي سين جرين كوحدا غير مقالات كأه أنو أرنجان مؤرنا يو عيسى محمود بان أرنا يا محل أرنجان مؤرنا يا كوحدي عيسى محمود قروا وجوكتي سياسة دا كو ساقل دي دادك غير بوتلان حق وضع نجري كو قبو بي كو برباري المفرورة كلاوي كو كورين لعكت شعب غير بوتلان با هانتي دو أنت دوبليال يجري الله قد يسي بيكون ما بين ما جرى سا وحي صلى الله عليه بيرادنا يعني ما ركرونتي قدر كان سوان كان في دونه هدي الله هو دل إدم يهم بريا ده نقدر دونه شعب كرير بطلان رونتي وحنا كانوا كان في دونه هدي الله هو دل إدم الحسن الشيخ يموسى بيحي العقد أي كوب الحنجرين السياسيين تبع عيسى محمود أي سيان وأيوة أي بطلان اللي بعتكر ده قدر كان سوان كان في دونه هدي الله هو دل إدم وحن قالوا كالي دونا وزيدنا الجدة اسم هذا الرير نقاليت كا أنا اسم هذا بوتلان مؤرنا اسم هذا الرير نقاليت كا سيدة إسلام عيسى يسلطان قراسي أيا قال لغا دونا يا أمنيق إلي كشغيان وضادكا يسو كهران ضادكونا وحي حق ليهين أيا قال لغا ربا إني أدعيان واتاد مقليسين وحينا دين حسن شراب قالوا وحيري برلمانك قديس العقل وغيبنا هذا ويا كودر صدي بل بيلتري دستور كبوت لان بان وكيل كرناي سياسيين تو ذالي باش عيسى محمود ضد بضل شرف لا كبلها لكن سياسيين تو ذو عليهم شعب كرير بوت لان بان وحان وكيل وغرناي دستور كودي نعرض إذا كل أحد وكل اللي عقبا لغيبية وادي العقبة لغيبية هذا محاكا قلي ضدكي بوت لان حلك كسوا قبتي وزير رضا النقضي وزير كمالية ده وحان الاسلام محمود هذا خرجوا تشوفا سياسة بكجرة لكن سيد حسن شراء قالوا وكلام معها وما له ببليك تاجن أنت ببليك تاجن وعيسى محمود واسكرير واحد مدة بنت لاني يقول ليهم ضدك كلا كإلى النهاية ورادي ودستور كم حاكا قالي بيل بعد معها الليبان معها وزير معها حسانة مرها ما قرر إيش أورور معها حزب معها وزير بان أهنجري قريبا وطها قروا وان أحجوجا دستورك معاك أقل هداد قروا ونحجود انت بطلان حلك كسوق بطي او سياسيين له او اضيال نغاميد له او وحقرد له قفل بو لي بي قفل بو لي بي وار باشان عن اسقابن باشان عن اسقابن ورنت اسو شيقين بانيول بلي بي وار سياسي عثمان محمودة او بنان تاقنو دستورك بطلان كهالا يارك سياسي عمر حمودة او بنان تاقنو دستورك بطلان كهالا يارك ما حد نما كان كوجان جامعية دستور كبنتلان ما حكى قال أيوة ما يقال ما هو يضط باله ما راح هو يضط ما راح ما قال رئيس أيوة ما راح مركي هرب أضي وسق دلالة على قرية دستور كان إلا فرنا حق به نعرض الله كله في فرولة فرولة نعرض الله كله في ديوس بو هذا ديوس دلالة ما ترى إن دستور كله فرو قشنك يقرنك وكب هي لغس فيه حق والله والله أنا بيشي يدي بالله يطلع نعرض بو وهي دستور كاس قري فرع له أن عرض الله كلفته ما قال رئيسه وهي خشم بكبله هي خشم كي بالغس في رأيه حق ما نلوله إلا غس فيه دستور كعيسى محمود ملها أدلة يكون رأي طوالي إنه عيسى محمود القرية قرتي دستور كبوتلان ملها وكيل لك معه شقرك معه دستور كبوتلان دتك غير بوتلان بقى إسكاله ما حاكم قال أيوه دني بقى خد رصناي دني دتك غير بوتلان بقى أقول هذا إذا كنت بيشي إن الديدنتين ده أرض بوتلان كجورة وقدر صنايع ده أدو قدر صن سمواد ما سو حق وما لها بل وحي لشر إمارة يا إلهي ما نقول يقول لي وحد عباد حي وحد عباد وما هو يضرب نعضي ما حد يقول بطلان كاجلي ما حد الصور كاجلي ما حد دني كاجلي هو حس وانا قن حمو جام مرتي والأوران كرا والسياسة دي بيكوسها قدين وحي أي هنتدي ضدك كبو بجرين بي برتين مرة دي اللي الحكم كي شعب كان لوع لي ده نرش هذي بالروميسا ما قرر هدي لي هذا دتك شعب كرير بطلان بطلدي لوع لي وهي أمسين على فكاد باي ما بقى أمسين أي كوب شاعلة يد برجع رمتي إنكار بقى ماشى كذا عضي إنكار ولي بقى الهام وين بقى كذا عضي الصور كبطلان عيسى محمودنا ملها توجد اسمنا ملها دتك كرير بطلان بعد الصور كإسكاله أيه قانا لوفري دتك قلها شعب كجوجنا كواسان ما تلعنو رجي وعدي إن الصور كلا فرو بأن متلا
هديسن أدو حسن شراء أبقالو هديسن ضدك أدو كمتلين دور عركة أد وحبان نجا مكا قيلين لكن أنا وحان نمتلا هو دستور كفريبان نمتلا هو وحكا بدل كسميبان نمتلا هو ساعنا ونمتلا هدارنا هاي شعب كرير متلان هديسن أدو كوا كمتلين دور عركة أد محانا يكا قلي أنو مركي إسباردي كوا ريرين إلا وطي قريها قرتين مجالي لاسعاني كسوتكين قريه قرتين دستور بان دفاعينا دستوركم هو يدين باله ما هذا كان قالي دستور بوتلان بان دفاعينا ما بوتلان هذه وكان قالي ما بوتلان بان ليه ارجع وانا قد حمد قال مرتيب على اوران كرا وتضان اخلاق لهين وتضان شرف لهين وتضان كرامه لهين ما كوسي فين كرانو لكن وانا تضان اسخبن عيسى محمود كو اسمه قبتان رونت ريس ما شيغان وغريسا رونت يسو شيغا او دلكان دد با ايدلا وداغا ايدكو دستور كان حق ملي هدين dadka reer Puntland baad ka mid tihiin dadkiina dhinac ka raaca dadkiina dhinac ka raaca ee dagaalkii harti waad ka tagteen oo harti oo meel u wada jeeda oo dagaal ku jira ba inta gaadiidkoodi ay la soo baxeen bay u ciiraadeen garweysa marka walaalayaal waa dadan sharaf lahayn waa dadan karaamo lahayn waa dadan Ilaahay oo qoon magaraysa odagii ibrka aha farool ee dastuurkii uu qoray hadii maanta la furay nacalad allah ku dhufto farool ee nacalad nacaladi malaa'igta iyo tii bin aadanka farool allah ku dhufto tii bin aadanka iyo tii uu ka galay dadka soomaaliyeed iyo dastuurkii xunka aha ee wasaqa aha oo Puntland u qoray maanta hadii qashinkii laga sifeeyay oo inta meel la isugu geeyay qurunkii laga daadiyay waxaan leeyahay reer Puntland maanta ay xor yihiin rubac qarni ربع قرني وحال الوهيستي ركاتها الوهيستي يحب مقرسة لكن ما أنت قوليال ديغان باي ما رأي دور شقو في عودة اللا آذايا قفل بابا نسيب كيسي عرف كيسو قابايا مقرسة وحال آذينا دات فرن إيا دال فرن إيا دور شفرن بان آذينا محيكا بدل أيا وحبكا من بدل كران هدي قيلي أنا عاصمة دوا كوري جنينا تس بارلمان كاو عودينا إيا إن بارلمان كالرو لجيو ملك لجيو وحلو كبري شو ما هدت كرير بطل العفور تودي وحلو كبري وهدت كرير بطل العفور تودي وحلو كبري وهدت كرير بطل هنتي تودي للا يا كرير بطل وحمد دوران كران أيوة وحمد نقول كران هنتي تودي بالو كبري وعيه يستين بالو كبري قري الله قد يستين مقرسة مركا ما أنت كرير بطل حق بي وحي يقول ليهم أيوة نيس دورتان عدة دوران أي دورتان سكرامة أي شرف يكون الأذان شن إلى ما تنسى كدي مانت بنتلان سي رسمي أهيا أود شعب كلو علي كل سجال بقول سجاش اللي سديد دي إلى الله بده كل يصدع يا الله بعطيكي مانت سي رسمي أه بشعب كرير بنتلان أود دي قعنت هذا اللي وقع لي ما هي مركة كوحدة عن عيسى محمود الجرا وجهته إلى دستور لما فريكرو ور دستوركم حادك هاجري دستوركم عيسى محمود بمسؤولك مسياسيين تغير نقالاتك بعد دستوركم مسؤولك نجمته مسؤول لحدنا يا لحدي برلمان كان فردي الدستور كفرطي بقى مسؤول لقى او حكى بدل كل سميسي ايجو انا تاجرينا انا وحسن شراء قالوا ما نقول اضي نعلت كاها فرولا نقول نعلت الله كله في تكاس نعلت دي ملائكه تم بلا ذلك الله كله في فرولا ويحوم كاها وغرقري حريقي هدي ذاتك ريد بوتلان ما انت لقوه الليحي وحن نوهري كان دوله فدرال كاها الا قوه الليحي واسقى قري نعلت الله كله في kaasna asaga qoray kanna asaga qoray wuxuu qoray wadamada loo rogo dastuurka dawladda federaalka asaga wax ka qoray oo qorsheeyay kaasna in dabada loo rogo magaraysa marka walaalayaal cidi oranaysa anaga dastuurka Puntland masuulka ah maxaa ka galay dastuurka Puntland toban inuu ciise maxamuud maxaa dastuurka Puntland maanta la leeyahay maxkamad baan joognaa ee ila taaran baan u tagnay shalay maxaa maxkamadaha loo tilweeyay shalay markii qoryaha la watay ee la lahaa daniban dani iyo ciise maxamuud aan garow ka ceyrinayna shalay maxaa loo tilweeyay maxkamadda maxkamadda maanta loo ordayay maxaa shalay loo tilweeyay waa markii laga quustay islaan ciise oo islaan ciise uu yiri dastuurkan maxaa idin ka galay ma dadka reer Puntland baa dastuurka ka xigtaan ha فرولا قري وكعجنا أنا وعيسى محمود كعجنا سياسيين تا الرجالات كعجنا ضدك كلي أنا يا قرني أو وهم با قري أذر كي با قري
ورقضاها سنة على الله كلفت فرولا على الله كلفت تي ملائكتا اي تي بنا آذكا الله كلفت قشن كي دستور كاس وكوكوري هدي مانت اللي قبدلي دادك الرئيب بطلان مانت حريين حر والله مانت حريين وعطكو دو حكو دورا كلا كوا اسكو ريركا اي قرو وكاد حقا يرينا اي سياسيين تكالا الرئيب بطلان ماي قيليان محا طبان انو الماء ديرا كقيلي سينا اي محاي دبادة او تاقيين محاي بابي جرين بي وايين دادك با حكم كاللو عليي دادك با واحد دورانا اي ايقو بور 4.5 كي اي اسلام عيسى اي كيني اي سلطان قراسا اي كيني ماشو ويكب عيسى مركا ميل عليه كسو دعايا الا مركا ورمحيكو هنجب جرين قروا وان لين نهي قروا وان كودا قوام انا انا اقاسمي ياشا هنولو بضيو وزيرو ده هنولو بضيو لك هادو بحا ايمانيسا ترس بالانس وحلي هذا ايمانيسا ترس بالانس وحلي هذا ايمانيسا ان ضدكو اي وحوض ياشان با ايمانيسا السلام عليكم ها يورن ابتي ها اوكي ها ما يمتق يمتق محمد جن عاو واقرتي وصحوي صحوي صحوي ابتي هيا ابتي هيا ايوه ما سنت هيا هيا ابتوي مانتي اوكي مانتي اوكي بيت ادي الى هنا ابتي ان شاء الله هيا 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 ابتي ها ها واخرنا ها ستوصل المرايا مركا رالي هذا وحن كان لنا أريما كان لنا دستور كان بوتلان فرولا قري فرولا على الله كلفته مركز السياسيين في غير لغالات كنا وحيكو ذا نقيه دستور ورد دستور كيا الله قري ما باشا قروا ودكتا دستور كان الله قري مزرير بوتلان با الله قري بل إلهي من يتكون يعني داني ما خود أرسلعي داني هدو خود أرسلو دات كرير بوتلان با أقل هذا هذا أبيبو أقلين دا أرد قروا ويساكتك أرد إسويدو كنقو حسن شراء قالوا هذا دني أقلين بل إلهي بأن يكون داري يدتك وحلو بشا كيراي شلي أيقا وذي نما كاس عيسى محمود سياسيين عيسى محمود بادني ودي وزيري كاهاين والليف ليف جرين هذا ما أنت مركز سياسة دلقى صاري بادني وحماضي أيقا ونكسم بل وحن لو بشا كيراي شلي لدني بحمين ما أنت لدني محمى لكن انترس بوليتيكا الوحلي هذا سياسة دو نمكا سياسيين تي رير لغاليتكا سياسة دو إني انترست هاي كليه كفيريان لكن دادك رير بوتلان ما فيريان شرف كودا ما ايغان عرد كودا ما ايغان بل إلهي بان دي كودا ريه سوماليه بيل تيري دستور كبوتلان بان كودا قرنه ور سياسيين تي كالي رير بوتلان عاوي دادك رير بوتلان عاوي شعب كرير بوتلان عاوي ما رير قروا كليه كسوهري ما طبان انو إلما عدارو اسكو ريارح با سياسيين تي بوتلان كسوهرتي او مالو بسامي عدد تاقنو ليه والله قروا وان قبينا والله برلمان كان قبينا والله هالكاس وان قد عينا وحي إساسيا دادكي وحوضي إساسيا ما فانت ووحيابها الله يا بيسو ووحيابها الله يا بيسو شرف درادة كرامة درادة ما انت ايوه شرف درادة كل عضي او كرامة درادة كل عضي العلي كيدو بيلها او فرولو للي وصق وصق للي ما للي حرامي ما للي ما فانت حرامي حرامي للي ويان ما أنت سوى محكمة تاجم بحلي إلى تارم بنو دعوينا شل بحوم محكمة دو تجوي شل مركي خريها جورنا هي ما هي محكمة دو تجوي ملك بن محكمة تكفرني لما هو ودع عيسى محمود هل من هل نو كرات الرحمة جلو لما هو إسكرير ورير جلفلي ولد عيسى محمود بركة لقى صوت تجو ورير جلفلي وضد كبنت لان ليج ميرة كوكو أهو ما جرسا سياسيين ترير لقالت كه مركي عيسى محمود كان لقى صوت تجو نمك اللي غير جلف له المهول يا بعض يا دي يكون رأي هاي كوح أسمع الماء ذي الرديسة وضد كرير بطلان ضد كنباتي وقوة وحقيقة ضبطها إلا جهر اللي حيانا قول وين بيوحيوت هاي شعب كرير بطلان سعيد عبد الله الدين وقوة ما رأي إن ضد كاس حراميين تاه طبعا كان لنا إسكرير كه عيسى محمود غير جلف له حراميين بشوي إلا جهر اللي حيوت ضد كرير بطلان شرف بي أنا جو نوتها أنا جو شعب كرير بطلان بي شرف نوت
ويو حراميين ضدك الرير بوتلان ليه جودة عبي جري بابئيي شرف قوضي عرد قوضي كرامضة بابئيو مارك إن ما تلقه الليحيو شرف بينوتهي كرامة بينوتهي هيبة بينوتهي مارك عرنتي سعيد عبد الله يدني آذي آد بانو أمانايا إن دستورك وحكا بدل الوسمي آذي آد بانو أمانايا اسمدي إسلام عيسى إيو إسلام بشيرنا آذي آد بانو أمانايا لكن ولي هوش أوهاد وحيتهي إن طبعاً نولي دستور كرير بطلان بان مسؤول كرناي ورطا لغ مسؤول لغا معها يا مسؤول نوغا كاردين مسؤول لغا متي رير جلف لي مسؤول كماعها رير جلف لي إسكاد دا عيسى محمود الكالي رير جلف لي سن مسؤول كاهي مرقاس إليهم رير بطلانو دستور كيبا الله فري داني با قدر صناعي ورا قدر صدو ما حادو كاقلي داني أرد أرور سميسو أرد حزبي سميسو هداد سياسة كذا بجلسو أرد كغيبو ما حانو كاسو صلاضي واحد بوبي كرتين بوبتين واحد نسا كرتين نساتين واحد نعي كرتين بعضين ما حال نوكو يسو الصلاضي ما حال دادك رير بوتلان الحكم كان لوو عليو أدو دي دتين كي هاللبا كي هاللبا و هدي لا يقولوا يا هاي نما كان رير جلف لوو كي هاللبا سمي عضاها الله يستاع أي يجي يورياشو دي إذا دلمر ميديا إيو قروا أونلاين إيو نوال قروا راديو إيو ما هو البيتاريه أيجي ورياء شودي وقرر يسا لقد حمضة لقد حمضة يقرر ولا نحكي وقال إلهي ما نكون نعطي ولا جان جامي ولا جان جامي وقرر يسا باقي هرينا إن دبضا اللور رقان سوينا إن شاء الله تعالى أنه سياسي رير بوتلان باناي وحان كسو جيدا قبل كركار قردان كسو جيدا بوساسان كسو جيدا قبل كبريبان كسو جيدا وحا طبان كاسمين المعا ديرتا أمو anigu iima muuqdaan magaraysa waxay barteen dadka dhigooda inay cunaan reer puntland shacabka reer puntland dhigoodii bay cabeen horey u cabeen odagii sheydaanka ahaa farole iyo inta uu meesha joogtay ilmaada radiisa waa dadka reer puntland dadka baabiyay sharafkoodii baabiyay masiirkoodii ku tuntay karaamadoodii ku tuntay maxamed abdullah waxa salaamay soo dhawow dhamaan waa salaamay asxaabta qaaliga magaraysa bal Soomaaliye Ilaahay baan idin ku dhaari waxa liidii wadar iyo waahid ka waalan baan liidii nimankan Ciise Maxamuud iyo reer Puntland yaa waalan maxaa ka galay dastuurka dastuurka Puntland maxaa ka galay dani baa wax boobay boob maxaa ka galay wasiir baan ahaan jiray hadda maxaa tahay Xasan Shiri Abgaalow hadda muxuu yahay ma aha wasiir ma aha agaasiman ma aha xildhibaan ma aha xil noo ma hayo mucaarad baan ahay وهذا أنا أقول قري قاتي وقررت تجي أو إير معارض بناه وتاس وقاد عدريخ وح وحساند إلى يين مجبتو أرر معها حزب معها ومعارض هو بيسن أسيده هويه كلو نغماية مجرسة هب وتاء له كرسي الحب من كو إمارينا بركو حاسي وحنا لنا هي شم أو يوب على لنا هي أرض دتكينا نعكر راعة والرضا جرا حزبية جرا دتكينا نعكر راعة oo dadka ha ka hor imaanina siyaasad xumada waa waxa maanta meesha idin dhigay iyo dhaqan xumada iyo siyaasad xumadaba way dhacaysaa in caasimad meesha ku kibreenba Soomaa meesha ay ku kibreenba waa caasimada Boqortooyada marka in kibirkooda la bajaqiyo in la bajaqiyaan wallahi tusaaye billahi tolay hadduu baarlamaanka si furnaadana baarlamaanka laga rari doonaa magaraysa waxay cunaan hawaayaan dadkii bay boobeen dhig miirato magaraysa haddaan anigu fiiri wasiir baan ahaan jiray wasiir baan ahaan jiray wasiirki waa ka tagay maqori baan qaadanayaa waa waxaas waxa hadda socda Xasan Shiri Abgaalow iyo ilma farole aabahay baa madaxweyne ahaa urur baan leenahay liyada horseed maxaa tartanka u gali weyday yaa ku diiday adiga doobiilaha ah yaa ku diiday ma tartanka gasho qoryaan qaadanaynaa kursigan xoog ku imaanaynaa war waxaasi waa dhaqan xumo waa waxaan aqlaaq la lahayn sharaf la lahayn karaama la lahayn waxaasa siyaasiyiin sheeganaya anigu hadda siyaasi baan ahay reer bari baan ahay qori baan qaatay qardan isbaara dhigtay waxaan idhi Puntland ma jirto ma soconaysaa waa sidaasoo kale wasiir horaan ahaan jirin de wasiir horaan ahaan jirta oo gurigaaga aad ciyaalkaaga iyo naagahaaga aad
هذا وزير ولا انجلي انا ما سمحان له هيسا ما قريسا مرق هلكاسي دغن حمو دغن حمو باهدي دغن حمو باهدي با كجرت احمد نور واك سلام اياد بان كو سلام يا احمد نور ما قريسا وح نمكاسي عيسى محمود بابليك تاغن الى انغا بوتلان اسكله بوتلان ملي يدين انغا اسكله بوتلان انغا عليه مدة بدن بعد هرتين كو سو ماشين انغو شعب كرير بوتلان قبيل انت كنت تيمادين او 4.5 كنت تيمادين بعد داره كجحتين بلايين دولار كسميسين دد ديقها لا سيو عالم كاي سيان مامولك بوتلان ايا داره لغا دستي حسن شنو ابقالو اسودن بو قحوتي كو اها اسودن بو قحوتي كو اها ما غرانيسا سودان بوجوغا حتى نالتي سي سودان بيجوغتا عيال كيسا سوما بوتلان بو يمي وزير بان لغا دغاي ما تانا قري بو وتا يو قري وركا وتا و خو بوبي جيري بو واي سوما سا درتي قري بو وتا و خو ليه حكم كان حكم امانايا ور ددكا عودكا لو عليي ددكا عودكا ويديستا اوردا اوررادا غلا سياسادا كا قيب غلا اوردا ددكا عود ويديستا و ددان جيرين و ددان هبين جيرين و دد اسناتين اه أنا وعرفتي ذي فكر كيجا كوا سنة سياسيين وما نقوم كران بنتلان وين أجيهن عد دورنا يسام مجرد نرد بنتلانه أو فرع الهلعة سينا يا مجرد ويو وسق وسق دلي حرامي حرامي دلي وأنك الدستور كاس حنكة أسمي بنتلان كبابي مال ربك حيري ما أنت مرك الدستور كإلا فرو ذاتك رد بنتلان بي فرصة وين وهي شن إلا بعد سنة waxaa loo xannibnaa garowe iyo talaheygii iyo aniga xukunka keenay hadda fiiri waxay aaminsan yihiin ayagu inay xukunka dani keeneen bay aaminsan yihiin waa nimanka ciise maxamuud hadda sameecada taagan waxay ku faanayeen ku leeyihiin dani anaga xukunka keenay oo adi ma tagto maxaa dani xukunka u keenaysa adigu ma xukunka qabsato maxaa dani u keenaysa dani anaga xukunka keenay annagoo aaran jaana la yidhaahdo annagoo siyaasiyiinta reer nugaaleedka ah baa dani abaal baan ku leenahayo أنا يا حكمك كني وعسوا وحان جرين مرك آذي آد آذي آد باندي سلام يا أصحابتي دقالية من البواد جوختان يسوى البواد نوم مغلي سامبو حاند اللي هاي من البواد جوختان آد بان هنبالي يدي خدر ايا رنتي طبعا كاسرين اسكو ريركا وحان لين ها اردر رير بوتلان كاورتاقا مقرر ريسا دادك رير بوتلان كاورتاقا oo dhaqan xumada dadka reer Puntland kula jiraan kala taga anigu intaas aan leeyahay waa waxaan jirin dad dulli ah oo aan qaniicad lahayn oo aan sharaf lahayn oo aan karaamo lahayn baa ii muuqda siyaasadna aan aqoon siyaasaddu inaysan aqoon waxa ku dareemaysaa markii hore qori baa la aaday qori baa la doontay markii hore haddana waxaan leeyahay maxkamad baan jirnaa maxkamad baan aadnay ma garanaysaa markii horena qori baa la doontay waxaan leeyahay anagu Puntland anaga garow iskale waa dagaalamayna aawo jumcaaley maxay u dagaalami wayeen dastuurkii waa la bedelay waa la furay waa la burburiyey intii qashinka ahayd ee odagii wasaqa ahaa nacalada ku dhacday intuu qoray waa laga bedelay xaraami xaraami dhalay way farole in laga bedelo xaq baa loo lahaa dastuurka in la furo oo wax badan laga bedelay weliba in la sii fura fiican oo qashinka uu ku ururiyo dhan laga bixiyo dastuurka hadda dowladda federaalka ee haysatana asagaa qoray waa dulli ma garanaysaa in laga bedelo oo dastuurkaas la furo kan dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa ee dowladda federaalka ayuu leeyahay dastuurka furto oo wixii qashina farool uu ku guray laga saaro waayo wax xataa wax dan reer Puntland uu ama kumuusa qoray saddex xisbi buu qoray fiiri saddex xisbi buu qoray waa asagaa qoray dastuurka wuxuu kaloo qoray in afar sano xilka lahaynayo isla asagaa dastuurka inuu furay shan sano ka dhiga xukunka Puntland waa farool suu doonuu ka yeelay markuu doonar uu furtaa markuu doonar uu xiraa asagu mooye cid kale ma furi karto bal ilaahay baan idinku dhaariyay soomaaliya
نمان عيسى محمود أهين موية وليبا رير جلف لا أهين موية نيكالو دستور كبوتلان فوري كرا مجري وحاسا دادك اللوغو شاكين ايا لاهر إمانا يلي دستور كرير بوتلان بان مسؤول كرناي ورير بوتلان يا مسؤول دي كاقدي ورر دانتين الرعضة دانتين الرعضة ورد دانتين الرعضة dadka reer Puntland waxa ka tiin qabiil baad ka tiin qabiil reer Puntland baad ka mid tiin qabaailka Puntland degaa ka mid tiin dastuurka Puntland maxay idin ka galay yaa wakiil idin kaga dhigtay yaa idii dhigtay manaa idii diibanay is nothing marka waliba in la laayay had anigu waxaan aaminsanahay in guriyahooda lagu togo la laayo taasan aaminsanahay waayo sharciga sharci ma qabanayo maadaama uu sharci qabanayn in laga dhigo in xabad ma garanaysa xabad wiiftaa inay ku dhacday oo kale in laga dhigo taasan anigu ku talin lahaa إن طبعاً كان من قريب كم إذا الله يو سي بوقة ويرابو حتى أضغ فروع هذه جانس لقوه إلا الدلو أنا وأرتدى سان قبعة أضغ فروع هذه جانس لقوه إلا الدلان قبعة والله بالله يطلع إلى البنشي دي وهي عقبات بو حكوية هي بنت لام بو عقبات كوية هي شعب كرير بنت لام بو عقبات كوية هي وسجا شنجر عن دمنين ضد كرير بنت لام سهر تاجن باب بيئي شرف قاضي كرامة ذكر تنطي ونكيري هذو سنين عيسى محمود وزير كارمه هدي بدر نقول ونكر نقول أم عور حمود نقول أم عيسان حمود نقول وعوي قلنا بوتفوري مية وأعرف تذا فرولي من عور حمودة بفرماجو حكدة وزير كارمه هدي بدر أحمد عيسى عود مو بدلي فرولي ببليك بسوي استعيري وزير هذا هل كان جوجا عبد الجمال يا وزيرة نكر لي هذا جمال يا وزيرة وعير وزير هذا هل كان جوجا يبدان إيو annagu noo matalano hal wasiir baan kula haynaan maxamuud saleeban nahay wasiirkuna waa butafori hadda kan xasan sheekh gabadhiisu kan hadda jooga xasan sheekh gabadhiisa shaqadiisa haysa hal habeen nin ciise maxamuud oo ka hadlaya ma aragtay majru kama hadli karaan laakiin ninkalo maxamuud saleebana kursigaas ma qabtay ciise maxamuud oo dhan baa taagan waa butafori sariruhu googla hebel buu sariraha u googlaa وعرقتذا قروا وطال إلا الدولة يو إن سياسة دا بنتلان لغو مخونيو ورانا ونا لما قل ذكرو أنا وانا سياسية نا لما قل ذكرو ناقا هي عيال كي وحا لغو شاكي إيو كودا يا بنتلان إيو هدان أنا وانا آرن جانا هدان كجرين حكوك بنتلان بنتلان وي حنتاي لكن هدان أنا وانا المهولية كل حجر بنتلان وي في عنتاي كودا يو كودا يا بنتلان كودا يو كنتي وفي عنتي لكن أنا مش كده حواي وعنتي وعرفت ذا جرو وطال وجرى إذا هدان أنا مش كده حواي أنا ورجال جلف لا عيسى محمود هدان بطلان مش كده حواي وعنتي لكن هدان أنا كنت أحجره وفي عنتي أنا كنت أحجره أنا ورجال جلف لا أنا أرن جانا كنت أحجره وفي عنتي أطلع 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 وعرفت ذا جرو وطال ضعيف كا ودك رير بطلان ويكدر جين أرقتاس ويكدر جين وحيين بيفهمين ما أنتوا يقول لي حسن شراب قالوا العقبة الله غيبنا يا العقبة الله غيبنا يا ساس الله يا لي وأقبل العقد غيبسه العقد ما غيبسه يا كود لي ذي هذا يقولها وزير كمالية ده هاي ما برلمان كان العقد وغيبسه رنتي وحادي يا الله رحمة الله dadka reer Puntland waanu hambalyeen waxaan leeyahay hambalyo 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 aan leeyahay shalay waa taad ogeydeen waxa dhacay qarax weyn baa dhacay ka dhacay magaalada Muqdisho saxafiyiintii hawiye iyo idaacadihii hawiye waa la aamusiyay lacaga laaluusha loo qaybiyay lacagahaasi laaluushka loo qaybiyay ee la yiri saxaafadda kama hadli karto kii qofood ee ku dhaawacmay iyo dhowr iyo laba waxaa la yidhi kama hadli kartaan baa layidhi ma garatay saxafiyiintii waa loo diiday inay hadlaan waxaa la yidhi lacag qaata ha hadlina okay intaasoo rag ah oo isku reer ah fiiri waa wada isku wada reer soddon iyo dhowr nin oo dhimatay waa hal reer waa habar gidir waxaa lagu leeyahay ciidankii qaranka qarankeedii ma garanaysaa ciidan kii qaranka baa lagu leeyahay waa hal reer inta meesha ku dhimatay waa hal reer haddana waxaa lagu leeyahay waa ciidan kii qaranka qarankeedii ciidan qaran soo ma ahan jirin kuwii isku dhex jiray xataa haddii miino u soo gasho ama bam lagu xiro la oran jiray intaas waa daarood intaas waa hawiye intaan waa digil iyo marifle intaan waa isaakh intaan waa madhibaan
intaan waa yibir intaan waa yaxar kuwan waa reer xamar kuwan kale waa jareer weyne ciidankii qarankii saasuu ahaan jiray laakiin ciidan qaran oo isku beel ah soddon iyo kow askari oo meel ku wada dhintay soddon iyo kowgu waa habargidir billaahi calaykum waxaas waxaa laleeyay waa ciidan qaran islatin maaha ciidan qaran waa ciidan beeleed ma garanaysaa way dhinteen ayagoo shaatigii ayagoo filinka jilayay dhinteen inay ciidan qaran yihiin ayagoo jilaya bay dhinteen laakiin ciidan qaran ma ahayn anigu xaggayga markii laga eego ciidan qaran ma ahayn waxay ahaayeen ciidan hawiye ah oo meesha lagu soo ururiyey oo xanaana lagu hayay bay ahayn xanaanay ku joogeen laakiin ciidan qaran wax liyaado ma jirin 72 ka dhaawac noqotay waa isla abgaal iyo habargidir haddana marka ciidan qaran wax liyaado oo laysku hallayn karo miyaa jiray ma jirin ma jirin wax liyaado ciidan qaran laakiin iska sheeko musalsal ah baa jirtay oo lagu awrkacsado oo ahayd halkani waa caasimadii soomaaliya halkan ah adigu soomaaliga maqaamna kuma lihid matalaadna kuma lihid guddoomiyaha gobolku waa hawiye guddoomiyaha ku-xigeenka gobolku waa hawiye taliyaha qaybtu waa hawiye kuwa degmooyinka haysta waa hawiye kuwa saldhigyada haysta waa hawiye adiguna waxay ku tahay caasimad shema o u markaasa waxaa lagu leeyahay waa caasimadda soomaaliya iyo ciidankii qaranka qarankeeda managaaba isku qaran ah isku qaran ma nihin laba qaran baan kala nahay ma garanaysaa marka runtii halkaasi wixii ka dhacay waan ka xumaaday dadkaa ku dhintay waan ka xumaaday laakiin anigu waxaan diiday in nalagu sheekeeyo liyaado waa ciidan qaran taasaan diiday anigu laakiin dadkaa dhintay waan ka tacsiyeynayaa biyamaal way ahaayeen laakiin habargidirna waa ku jirtay la socdo biyamaal iyo dhaawaca dadka dhaawaca ah laakiin dadkii badii dhintay habargidir bay ahaayeen taasi la soco anigu anaa xog soo waraystay xataa waxaan soo waraystay nin goobjoog ahaa oo xerada goobjoog ku ahaa wuxuu yidhi ciidankaasi hawiyay u badnaayeen buu weliba habargidir bay u badnaayeen ma garanaysaa marka wax ciidan qaran liyaada ma jiraan xamar ciidanka jooga waa hawiye 900 waa hawiye ayagaa lagu naasnuujiyaa maxaa dowladnimada soomaaliya loo diidan yahay waayo xamarba wixii ka soo baxa ayagaa qaata kuwii odhan jiray canshuurteennaa la cunaa ma haysaan kuwii hawiyaha ahaa babliga la taagnaan jiray canshuurteennaa la cunaa canshuurteennaa la cunaa aawo canshuurtoodii ayagii baa gaajo u dhintay waxay cunaan waayey ayagii baa dhulkii dowladda boobaya oo gadanaya ma garanaysaa kuwii marka falsafada yarta ah ka sheekeyn jiray cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali kayre iyo sheekh shariif iyo xasan shiikh iyo kuwii odhan jiray unukaa iska leh hotel aljaxiime ku jiri jiray yaa maanta canshuurta hawiye yaa cuna maanta maanta today canshuurta hawiye ma farmaajaa joogo cunaya islatin ma garanaysaa marka waa sheeko iska maaweelay ahayd maaweelo siyaasiyiintu ay soo abuureen ah canshuurteennaa la cunaa unuka xamar iska leh puntlanda canshuurta war puntland maxay kaaga baahan tahay somalilan maxay kaaga baahan tahay isnatin labada maamul oo wax la siiyo labada maamulba waa hawiye waa hiiraan shabeelle iyo galmudug waa dadka ugu liitaa ku nool bisadihii baa ku baktiyey bisadihii baa waxay cunaan waayey oo isaga tegey dadkii xamar bay u qaxeen dadkii labadaa magaalo deganaa ama labadaa maamul dadkii deganaa markii layidhi daarood baa xamar laga saaray waxay yidhahdeen musquulihii daaroodka uu ku xaari jiray waa dahab xamar bay u guureen gurceel iyo cadaade iyo jawhar iyo waa laga guuray baladweyne iyo yaa jooga in gubatay baa isugu hadhay ma garanaysaa marka walaalayaal waxa kani waxa dowladnimada loo diidan yahay dadka sharafkooda loo diidan yahay waa meelaan waxba ka jirin zeera ah 30 sanoo dambe xataa haddase hadda ma joogno 2023 2050 haddii la gaaro xataa hawiya dowladnimo ma rabaan waa 2050 haddii ilaahay cimri lagu gaarsiiyo hawiya dowladnimo ma rabaan ma garanaysaa marka walaalayaal canshuurna kama cunno xataa daynta soomaaliya lagu leeyahay 900 dhulka koonfurta soomaaliya gashay puntland waxaa ka soo gaaray laamiga iyo dekadda
هدي لي هذا حتى إسكب الحياة وابن كرفا مشروع يدي لا مشروع بعد سوق قاري أنا يلامي يدخل دبوساسو وأنا إسكب الحياة كرنا هدي لي هذا حتى غير مثل إسكب الحياة يا أيوة حكب الحياة يدك كاو حبوبة هي بلكي عشورة دتك الصومالية اللي جو إيبي بقى ورشدي بقى اللي يكسل هي بلكي ورشده هذا هو حال أولي أنو كايس هلا هذا أقول أبيه دمير بود يجري وحب ما هي سند كده مقدشوا أيو سبر كرر يجري حمالي بقى ما ترى معه كله أنا عايز كله ضد إنتي ضد مالبا عن صورة اللي جي يبي يبيت كودي بالغو بسي من ما ترى مالبا وحكوها الجبائية ليه أنا عايز كله مركو وحيابها الله يا بيسو وضعف نمضة أه وما جرى إسا وح إسكا ما رأي يعني أه عن صورة الله عنا ده عن صورة هذا ما تيعنا ما تيعنا عن صورة تدي يعنا يعنا تدي تدخل إلا حساب تمو هذه آه أدبي وفي عند إن وحل سويدي وآذي يا مات يا عشورة ولا واتن لوك يا البوبة لوك سيدا أبور كيو كلا هذا بب غب بب غب بب إيش ناتين وضد دمير لما أها ضد شرف لما أها ضد موادرين لما أها ضد دولة نور ربما أها مرك رنتي ضد كاس الله يا آذي يا بنا روح ماضي أنا كشخص أهان وكح ماضي ما أنا كل يرنايو ما أرنايو قريسا وهي عشور إذا كعبنا يسكسوا عيرية يسكسوا عيرية صدح هذا مليون وبرلمان كأوقاته والدين سوماليا الوغرة والدين لعقت ميزانية دا سوماليا الوكبو ضدك سوماليا دا الوغرة ما ها حمر يالو كسو بحا حمر طبن توقع دا حفر دا أيقا بابا انت كوربشن كان الوقبتي وهبر قدري أبقال سداد يو طبن نمبا كوربشن محكمتكو سوا إذيسي أفر يو طبن وهبر قدري أبقال لما هيو نين مريحانة نين جبل عضة هي نين شغالة هي نيك كلا يو أهانيه نيك كلا نقوله كلا وها أفرت أصل الله يا أنت كلا الله ما هي ما داس أمريكا يا 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 واحد مسوق ماسوق وذي واحد العقد عن بابي هو هذا قرح بعي هو قرينا يجين إذا عبيه حمر بال العقد بال السي وحالي لك ما هذي كرتان قرح كبعي مركا مصيبة meeshan kaliya ku raagtay ee Soomaaliya inteeda kale ka tagtay ee meeshan kaliya ku raagtay waa masiibo caam ah oo ku dhacday dadkan xamar degan bay ku dhacday magaraysa marka inaan la waxaas inaysan caasimad ma ahayn dadkuna caasimad u ahayn qof walba wax garanayo uu garan karaa waayo adigu caasimadaan maqaamna ku lahayn matalaadna adan ku lahayn dhowr iyo toban degmo dhowr iyo toban ka degmo hawiyaha gudoomiyeelka ah dhowr iyo toban saldhig hawiyaha madax ka ah marka adigu caasimad afka miyey kaaga noqonaysa is nothing caasimadaadu adigu waa inaad ku tahay nin leadership ah oo matalaad iyo maqaam ku leh laakiin caasimadaadi inaad habar gidir iyo abgaal marti uga noqoto caasimadna adigu ay ku tahay is nothing shame oo you baan leeyahay caasimadu ma caasimad ma wax u qalmaan ma aha caasimad wax u dhowna ma aha rutii garow aan doonayaa inaan ka rarno وأن خيب إنه بعلم آخر ملك إنه عاصمة در ملك لقي إنه ما هي حمر نو شيء سه جرو ورنا إنا نكرر إنه قلها شعبك كقاعد إنه خيب إنه دولة دي ما دل داد جيو دتك دولة دي ما دل جرسيو ولي أيضا حمر روح على الجوا سيد كعان كيو كله دتك ورنا إنا حمر لسوق كانوا ليادو سوالي ورنا حمر هيسوق تمامه مركرونتي شعب كرير بطلان آذي أدبان وهم بليانا يوحان لي قوليستا shacabka reer Puntland maantay dantii ugu weynadu aan lahayn waa gaarnay danteenuna waxay ahayd in dastuurkaas gacanta la saaro wixii macquulana laga bedelo ma garanaysaa dadka reer Puntland aad iyo aad baan ugu hambalyaa ma garanaysaa marka walaalayaal dal ma haysano madaxduna waa tuugo hadda maantay waxa maraya waa taad aragtay fadhi ku dhareg wax liyaada loo bixiyay fadhi ku dhareg fadhi ku dhareg yaa loo bixiyay waa siyaasiyiinta hawiye ee xamar jooga loo bixiyay fadhi ku dhareg waayo markay wax waayaan waxay dhahan canshuurteena la cunaa marka kalena ayaga fadhi ku dhareg ah markay wax waayaan bay yiraahdaan canshuurteena loo qaadaa Hargeysa canshuurteena loo qaadaa Boosaaso war yaa canshuurkaaga baahan Puntland laba dekadood bay leedahay
labada maamulo ugu liita Soomaaliya hawiyaale waa labada maamulo ugu liita oo waxaan ahayn dekada male beera male waxba male dad baay oo hoogay magaraysa hawiya iska leh kuwada indhi san lahayn laamiyo u dhisan lahayn nidaam u samaysan lahayn kala dambeyn dugsiyo sare jaamacado u samaysan lahayn dadka ugu liita waa iyaga that's true waa xaqiiqda dabta marka runtii walaalayaal waxaas hadhow waxa ku leeyahay waxaad naga cunteen waxbaad naga qaadateen isnaatiin waad isalaamayaa amaana allah